إذا الجزء الأخير من السيجنال كونديشنينج والبروسيسنج راح أحكي عن فلترز. والفلترز إحنا عمالنا لما بنحكي فلترز بهذا السياق الكهربائي عمالنا بنميز on the basis of frequency، يعني we discriminate تمييز on فعمالنا نفصل السيجنالز، بدنا نفصل السيجنالز على اساس الفريكوانسي تبعتها. طبعا احسن ديسكريبشن للاوبريشن تبع الفلتر اني استخدم البودي بلوت، خصوصا الماجنيتيود بلوت الماجنيتيود بودي بلوت. فلما بدي اوصل فلتر الان، يعني احنا هدفنا من الفلتر انه يدخل عندي، هي نفترض هذا مثلا هذا لو باس فلتر، واضح من الشكل هذا ليش لو باس الطريقه اللي رسمته فيها، بمرر اللو فريكونسيز وبمنع الهاي فريكونسيز، يعني بدي سيجنال هون تدخل عندي سيجنال واشيل منها الفريكونسيز اللي انا ما بدي اياها، فعمالي بعمل بروسيسنج للسيجنال. ايديالي بدي تمر زي ما هي بالفريكونسيز اللي بالرينج اللي انا بدي اياها تمر زي ما هي، وبالرينج الفريكونسيز اللي ما بدي اياها امنعها. طبعا انا لو بدي ايديال فلتر بالضبط، فعلا ايديال فلتر بده يكون هيك، بس هذا مستحيل ابني، لانه هذا بده انفينيت، بده فيري هاي اوردر، بده يكون الاوردر تبعه عالي جدا، فهذا هون انفينيت رول. فعاده الفلترز الفعليه بتكون عندي بهذا الشكل. انا هون عم بحط البودي ماجنيتيود بلوت الجين، والوحده تبعته دي بي اللي هي 20 لوج الاوتبوت فولتج على الانبوت فولتج. هذه هون الفريكونسي، يا بحطها بالاوميجا راديانس بير سكند او بالهرتز بالاف بالهرتز. هذا طبعا بيكون عندي هون لوج سكيل، فهاي اذا كانت واحد مثلا هرتز او راديانس بير سكند 10 100 1000. هذا الخط اللي بيهمني اللي هو الزيرو دي بي. زيرو دي بي معناها ايش العلاقه بين الانبوت والاوتبوت؟ نفس مساوي. وبعدين عندي فريكونسي معينه، عندي هون سلوب. هلا خليني اخذ 20 دي بي بير ديكيد، فحافترض هاي ناقص 20 ناقص 40 ناقص 60. هلا اذا نزلت خلال ديكيد، هاي ديكيد، اذا نزلت 20 دي بي معناها السلوب تبع هذا هو 20 دي بي بير ديكيد. الديكيد هو ضرب في 10، لما بضرب الفريكونسي بال 10 بكون ارتفعت بمقدار 1 ديكيد، وهون عندي هاي ماينس 20 دي بي، فهذا السلوب تبعه ماينس 20 دي بي بير ديكيد. كان ممكن يكون السلوب تبعه ماينس 40 دي بي بير ديكيد او ماينس 60 دي بي بير ديكيد، هي 20 40 60 مضبوط. فبيكون هذا فيرست اوردر، سكند اوردر، ثيرد اوردر. طبعا كل ما زدت الاوردر تبع الفلتر شو صار بهذا الخط؟ صار ميلانه اشد، فصار يعمل اتنيويشن اكثر للفريكونسيز اللي انا ما بدي اياها. بس طبعا الثمن تبعه انه هذا الفلتر بيصير معقد اكثر. هلا بدنا نركز على النقطه هاي اللي موجوده هون، هاي اسمها الماينس 3 دي بي بوينت. والماينس 3 دي بي بوينت لانها بتقول انه الجين عند الفريكونسي هاي بنزل 3 دي بي من ايش؟ من الميد جين، يعني الليفل من اللوت الاصلي، من الليفل الاصلي تبعه بنزل ماينس 3 دي بيز. عندي النقطة هاي بعتبر الباندويث، يعني خلينا نكبر هاي النقطة هون، هاي الفريكونسي اللي بتهمني اف نوت مثلا. إذا رسمت خط من هون هاي النقطة قديش بتكون؟ ماينس 3 دي بي. لما الجين ينزل، هذا الجين لمين؟ للفولتج. لما جين الفولتج ينزل بمقدار ماينس 3 دي بي، معناها شو صار العلاقة بين الانبوت والاوتبوت عند هاي النقطة؟ الباور نزلت للنص. الباور نزلت للنص، إذا الفولتج شو بتكون نزل؟ العلاقة الانبوت والاوتبوت. جذر الاثنين. واحد على جذر الاثنين عفوا. لأنه أنا عندي إذا كانت هاي ماينس 3 دي بي تساوي 20 لوج في اوت على في ان، اذا بصير عندي 3 على 20 بصير عندي ناقص 3 على 20 تساوي لوج في اوت على في ان.
إذا أخذت هذا الرقم قديش هذا الأنتي لوك تبع بوينت يعني هذا بتطلع 3.15 مش هيك هذه ماينس 0.15 لوك في أوت على في إن قديش 10 to the minus 0.15 بتساوي في أوت على في إن مظبوط قديش تطلع معكم حد يحسب هيك أكثر منها 0.707 اللي هي واحد على جذرتين فلما الاوتبوت فولتج ينزل ل 70.7% من الانبوت فولتج معناها احنا نزلنا ل ماينس 3 دي في واذا كان في اوت على في ان بيساوي هاي القيمه لما بربع في اوت على في ان شو بيساوي؟ نص اذا بصير عندي بي اوت على بي ان بيساوي 0.5 عند الماينس 3 دي في بوينت ولذلك بنسميها هاي الكت اوف فريكونسي او بنسميها الكورنر فريكونسي او بنسميها الماينس 3 دي في فريكونسي او بنسميها الهاف باور فريكونسي إذن هاي الفريكونسي اف نوت مرات بنسميها كت اوف فريكونسي يعني هي الباندويث لما انا بدي احكي هذا الفلتر الفريكونسي تبعته الكت اوف فريكونسي تبعته بحكي عن هاي النقطه لازم احدد نقطه محدده بدي اشتغل في مكان معين اشتغل هون ولا اشتغل هون احسن مكان وجده وهو على فكره هذا نفسه هو تقاطع الخطين هذول لو مديت هذا الخط اللي هو ايش كان السلوك تبعه مثلا ماينس 20 دي بي بير ديكيد ومديت هذا الخط اللي كان هو ليفل اللي هو تبع الزيرو دي بي ولقيت نقطة التقاهم، نقطة التقاهم هي نفسها نقطة الماينس 3 دي بي بوينت اللي موجودة هون اللي هي اف نوت، هاي بنسميها كت اوف فريكونسي، مرات بسموها هاف باور فريكونسي ومرات بسموها كورنر فريكونسي وهي نفسها الماينس 3 دي بي ماينس 3 دي بي فريكونسي. إذا أنا هون عندي لو باس واضح إنه عندي لو باس فلتر لأنه كل اللو فريكونسيز عمالي بمررها بجين مقداره 0 دي بي أو 1 يعني اللي عم انبوت عماله بيطلع عندي عمالي بعمل اتنويشن للفريكونسيز أنا للأسف ما بقدر أحط خط عمودي هون ما بزبط معي ما نوت فيزيكلي ريلايزبل هذا ما بقدرش أبني فلتر زي هيك له خط عمودي من هون لأنه الأوردر تبعه رح يكون انفنت مضطر أنا إني أكون منطقي هلا معظم كثير من التطبيقات بيستعملوا سكند أوردر فلتر من ناحية واقعية فبستخدموا ماينس 40 دي بي بير ديكيد فوقتها انا عم بعمل اتنويشن مش بطال للفريكونسيز القريبه اللي موجوده هون بدي احدد الفريكونسي شو اللي بدي اياه حسب التطبيق ما بروح بالضبط على الحفه يعني اذا مكان معين بدي فريكونسيز بدي اترك مارجن معين مزبوط يعني افرض انا بدي الفريكونسي اتخلص من الفريكونسي 10 كي ما بحط الكورن فريكونسي على 10 كي بحطه اقل شوي بحيث اني امرر الفريكونسيز اللي بدي اياها وامنع مرور الفريكونسيز اللي ما بدي اياها منهم اذا هذا بهذا الشكل هو عباره عن لو باس فلتر اوكي ماشي هاي